أكثر من هذه الخطورة. هذا التليفون فرضا أنت تسده زين وتخلي تتركه يعني ماكو بي كهرباء يعني زين، وتتركه يوم يومين ثلاثة أيام. هاي يومين ثلاثة أيام كل صوت يطلع رأسا كل يتسجل على ذاكرة الهاتف، فشي بسيط من بطارية الهاتف. بمجرد أن تربطه بالإنترنت رأسا يدز كل هذه التسجيلات، يدزها إلى شركة بيكاسز، فبالتالي يصبح يشغل الجهاز. الكاميرا أيضا؟ لا ما أظن يشغل الكاميرا، شغل بس الميكروفون يعني. الميكروفون إيه، فيتحول الجهاز إلى أداة تجسسية خطرة يعني.